أيها الأحبة اسمعوا هذه البشارة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات عليها إلا دخل الجنة. متفق عليه. فعش على لا إله إلا الله ومت على لا إله إلا الله، تدخل الجنة بإذن الله. اسمعوا البشارة الثانية من الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رواه الترمذي. البشارة الثالثة من الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. رواه الترمذي. البشارة الرابعة من الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. البشارة الخامسة مع الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر. متفق عليه. جزاك الله خير. البشارة السادسة مع الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. الله أكبر. البشارة السابعة مع الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. جزاك الله تعالى خيرا. البشارة الثامنة من الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه إن كان فر من الزحف. رواه أبو داود. الله أكبر. البشارة التاسعة مع الشيخ عايض. قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومعها 10 سيئات ورفعوا 10 درجات. حديث صحيح. الله أكبر.